باسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان ورا ظهر الدهور امين. ارحب بك عزيز المستمع وعزيز المشاهد في قناة لوجوس تي في الفضائية في برنامجنا هذا اليومي، اين هو المولود، الذي يذاع خلال أيام صوم الميلاد المقدس. بركته فلتكن معنا أمين. ابتداء من أول امبارح بدأنا نتكلم عن العليقة، وخدنا ورود العليقة في كل الكتب، حتى الكتب التي لا نؤمن بها. وبعدين امبارح اتكلمنا عن شجرة العليقة، نبات متسلق عالق، وان دي أسرة تتكون من 4 فروع. ندخل للجانب الكتابي لقصة العليقة، ماذا تعني؟ فلقد فسرت قصة العليقة من خلال 4 تفاسير. الرموز اللي بتقدمها العليقة فهموها من خلال 4 حاجات. اول حاجة الرمز التلمودي، تاني حاجة الرمز الكريستولوجي، تالت حاجة الرمز الاسخاطولوجي، رابع حاجة الرمز الماريولوجي. عايزين نتكلم عن 4 دول النهاردة، الرموز 4 في قصة العليقة. لا نستطيع مطلقا أن نفصل بين العهد القديم والعهد الجديد، كل منهما محتاج للآخر، لأن العهد الجديد كامن في العهد القديم، والعهد القديم مشروح بالعهد الجديد، ولولا العهد القديم ما فهم العهد الجديد. من أجل هذا ضمهما معا كتاب واحد، حط الاثنين مع بعض، ولم نطلق عليهما الكتابان المقدسان، بل الكتاب المقدس، لأنهم موضوع واحد. هذه هي نظرة المسيحية للعهد القديم. أطل العهد القديم على العهد الجديد من خلال طاقة النبوات ونافذة الرموز، وقعد يقدم لنا رموز لكل أحداث العهد الجديد. وطبعا الرموز دي فهمت وشرحت عندما تمت وتطابقت. لكن يا ترى اليهود لما قرأوا قصة العليقة فهموها ازاي؟ عليقة تتقد بالنار من كل ناحية، ولكنها لم تكن تحترق. قالوا بس يبقى دي إسرائيل، وقد أحاطت بهم النيران من كل ناحية، نيران الألم، نيران الاضطهاد، نيران البغضة والذل والقساوة والعبودية وكراهية الشعوب والحسد، ورغم هذا فإسرائيل لم يحترق. تعرضوا لأمور كثيرة، حلوا على أرض مصر ضيوفا، وكان عددهم 72 واحد، ومكثوا في أرض مصر 5 قرون،
أو بالحري 430 سنة. أنا بعتبر أن أرض مصر زي طفل الأنابيب، رحم الأم لما بيكونش مهيأ أنه يقدم لنا طفل، بناخد إمكانيات الأم ونربي الطفل بره، وقبل ما يتولد بأيام بسيطة ندهولها عشان يبقى طالع من رحم الأم. كانت مصر هكذا، لم تكن أرض كنعان مهيئة لأن تقدم لنا شعب الله المختار. فالزيجوت جه أرض مصر لكي يهيئ هنا، واخترت لي يا رب أرض مصر لأن المصري متدين بالفطرة، والمصري عابد باستمرار حتى لو ما كانش بيعبدني أنا، حتى لو كان بيعبد آلهة أخرى، لكن أحسن من غيره. هكذا دخل بني إسرائيل إلى أرض مصر، وخمس قرون لما جم يخرجوا خرجوا 603,550 حامل السلاح. العدد ده مات منه 603,548، ولم يتبقى إلا يشوع بن نون وكالب ابن يفنة. لما جم يعملوا التعداد قبل دخول أرض كنعان كان 601,721، دول كلهم مواليد سيناء، دول كلهم أنجبهم بنو إسرائيل في أرض التيه، واللي خرجوا من أرض مصر دفنوا في أرض سيناء. بعد كده تعرضوا للسبي، وطبعا اللي رجعوا للسبي مش كلهم اللي خرجوا من أرض الوطن، وتعرضوا أيضا للإفناء الجماعي. والسبي كان على قطعتين، بابل وأشور. فهنا قالوا ان يبقى العليقة دي بتقول مهما حاطت بكم النيران العليقة لم تكن تحترق، ولكن فاتهم ان هذه النيران لو كانت نيران الافناء الجماعي لما احتفظت العليقة بكيانها، واللي جوه النار كان هو ربنا، فازاي يكون عقوبة من ربنا وربنا بيقول اني رأيت مذلة شعبي الذين في مصر، اني سمعت انينهم، اني علمت اوجاعهم من اجل مسخريهم، فنزلت لكي اخلصهم. يبقى دي ما كانش فيها عقوبة، دي كان فيها رجاء، دي كان فيها خلاص وبركة. لكن هكذا فهموا قصة العليقة المفهومات الثلاثة التانية. تاني حاجة ان العليقة فهمها رجال الكتاب المقدس ورجال المسيحية عموما من مشارق الشمس إلى مغاربها فهما كريستولوجيا. اتحاد نار في شجرة، والشجرة لم تتأثر من هذه النيران ولم تكن تحترق رغم التحام النار بها، كاتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص السيد المسيح له المجد. موسى لما شاف المنظر ده قال اني مضطرب ومضطرم، اني مرتعب ومرتعب مرتعد. فيا ترى السيد المسيح له المجد
شفنا فيه هذا المنظر في يوحنا 1:14، الكلمة صار جسدا وحل فيما بيننا. هنا كلمة حل تعود على الكلمة مش على الجسد، لأن كل ذي جسد موجود فيما بيننا، لكن اللي حل فيما بيننا هو الكلمة. تعالوا نشوف كولوسي أصح 2، في المسيح سر أن يحل كل الملء. يحل كل الملء النار اللي كانت في العليقة، وأن يصالح به الكل عاملا الصلح بدم صليبه، لأن فيه سر أن يحل كل ملء اللاهوت. اللاهوت اللي يشار إليه بالنار، فيه سر أن يحل كل ملء اللاهوت جسديا. في أفسس 2، فليكن فيكم هذا الفكر الذي للمسيح يسوع الذي يسكن في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، ولكنه أخلى ذاته أخذا صورة عبد. صورة الله، صورة عبد. صورة العبد ده برضو هو صورة الله غير المنظور، صائرا في الهيئة كإنسان. مين يقدر يقول قبل أن يكون نوح أنا كائن؟ قبل أن يكون يعقوب أنا كائن، قبل أن يكون أيوب أنا كائن. رب المجد جاب أول واحد إمام التوحيد، أول واحد خرج من أرضه ومن عشيرته ومن وسط أهله لكي يبتدئ أول ديانة اللي هو إبراهيم، فقال قبل أن يكون أبوكم إبراهيم أنا كائن في يوحنا 8. يوحنا المعمدان بيقول ايه عن المسيح؟ يأتي بعدي رجل كان قدامي لأنه كان قبلي. ده انت أكبر منه بست شهور. ايه الست شهور دي؟ لما تحطها في الأزل، ما تجيش كنقطة في محيط. ايه الست شهور دي لما نقارنها بالأزلية؟ في أعمال 20:28، معلمنا بولس الرسول يقول لكهنة أفسس: احترزوا إذن وجميع الرعية لترعوا كنيسة الله التي اقتناها الله بدمه. امتى كان الله له جسد يسري فيه عروق تجري في العروق دماء؟ إلا عندما صار في الجسد ورأينا مجده. تيموثاوس الأولى 3:16، الله ظهر في الجسد. القديس كيرلس الكبير بيشبه الاتحاد الكريستولوجي بين ناسوت المسيح ولاهوته بالحديد أو بالفحم والنار، اللي هو الرمز الإسخاطولوجي. كلمة إسخاطولوجي معناها آخرة، وطبعا كنيستنا كنيسة إسخاطولوجية، أي إنها كنيسة آخروية تهتم في ما وراء أسوار هذا الكون، هذه الحياة، هذه الطبيعة. في أشعياء 33:44، تساءل أشعياء وقال: من منا يسكن في نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ قرب أي حاجة للنار ستكون النصرة للنار. النار هي اللي تنتصر، وهي تلتهم الأمور اللي انت قربتها للنار.
خشبا كان أم فحما أم حديدا أم حتى أجسام بشرية. لكن كنا دايما بنتساءل ازاي ان النار لا تصيبنا الا اياما معدودات، وتفضل النار تحترق وتحرق فينا الى الابد، وسموها نار لا تطفأ. العليقة بتقدم لنا المثل، نار مشتعلة في عليقة والعليقة لم تتفانى مطلقا. كان زمان في حاجة اسمها الكلوب، قبل الكهرباء ما تدخل ريف مصرنا العزيزة، الكلوب ده كان بينور بحاجة اسمها الرتينة. الرتينة قطع من الحرير يلفوها وبعد كده يولعوا فيها، وبعدين الرتينة دي لا تحترق لكن تقدم ضوء رغم ان جواها مليان نار. كان اختراع جبار قدر ان هو يملأ الفراغ قبل وصول الكهرباء الى عالم الناس. اقرا لك جزء من اقوال يوحنا ذهبي الفم، قال لك ان الهالك الملقى في اللهيب المتقد يموت الى الابد لأنه يحفظ في الموت إلى الأبد، لأنه لو انتهت حياته بالموت لانتهى معها عقابه. أقرأ لك جزء أيضا من أقوال أغسطينوس، قال لك إن الله يزامن قدرته مع قوة النار فتؤلم الأجساد ولا تفنيها. إن نار جهنم قاسية مشفقة معذبة حافظة من الفناء، وقساوتها ليست من درجة شدة احتراقها وتعذيبها للخطاة، بل هي من وجه حفظها إياهم معذبين إلى الأبد. أقرأ لك جزءا مما قاله القديس إغريغوريوس الثيولوغوس، قال لك هي أقسى بإشفاقها أكثر ما هي أقسى بنيرانها. إن الأجساد بعد القيامة ستكون أجساد روحية لطيفة غير مركبة، أجساد بسيطة غير قابلة للفناء، سواء كانت في الحياة الأبدية أو العقوبة الأبدية، فالنار تؤثر فيها دون أن تفنيها. يبقى هنا في مرقس 9:49 رب المجد قال إن كل ذبيحة تملح بملح وكل واحد يملح بنار. يبقى هنا ده الرمز الثالث في رموز العليقة. تعال ناخد الرمز الرابع، وهذا الرمز هو الرمز الشائع، الرمز المريولوجي، ده تلاقيه في كنيستك القبطية. ان كنيستك القبطية ترجمت هذه القصة لكي تكون موائمة لأمك العذراء، وعشان كده بصوا الشمامسة وهم بيقولوا اللحن الواطس، وده لحن يقال يوم الخميس، لكن لان احنا بنجمع تسابيح كياك بتاعة الاسبوع كله جوه ليلة واحدة فلازم نقول العليقة، محدش ما يقدرش يقولها. العليقة التي رآها موسى النبي في البرية، والنيران تشعل جواها ولم تمسسها بأذية، مثال أم النور طوباها حملت جمر اللاهوتية، 9 أشهر في أحشاها وهي عذراء ببكورية.
مبارك أنت يا موسى النبي، أنت الآن لا تقف أمامي وكابد أمك التي بعدما ولدتك ضحت بك ووضعتك على جرف النيل، إنما تقف أمام أم الأمومة كلها. أنت تقف أمام العذراء مريم التي حملت المسيح في بطنها ولم تكن مريم تحترق، لم تكن مريم تحترق. أقرأ لكم جزء من القديس ماري إفرائام السورياني، بيقول: بقوة منه استطاعت مريم أن تحمله في حضنها هذا الذي يحمل كل الأشياء. يا ترى مين اللي كان محمول ومين اللي كان الحامل؟ العذراء مريم كانت حامل ومحمول. احنا اللي مش شايفينه ان ربنا هو اللي شايل مريم، احنا اللي شايفينه ان العذراء مريم هي اللي حامل بالمسيح. نكمل كلام ماري إفرائام السورياني الذي قال: أرضعته لبنا هو أهيأه فيها، أعطته طعاما هو صنعه. كإله أعطى مريم لبنا ثم عاد فردعه منها كابن للإنسان. يداها كانت تعريانه إذ أخلى نفسه، ذراعاها احتضنته من حيث كونه قد صار صغيرا. قوته العظيمة من يقدر أن يحدها، لكنه أخفى قياسها تحت الثوب، فقد كانت أمه تغزل له وتلبسه إذ أخلى نفسه من ثوب المجد. عتابا لك أيها الناسوت، فأنت الذي أخفيت الكثير وكثير الكثير من رب المجد. مرة واحدة جت في متى 16 ولوقا 9 عندما صعد رب المجد إلى جبل التجلي لكي يتجلى، وكانت النتيجة شافوه مش في كل الحقيقة، في جزء من الحقيقة. الوجه يلمع كالشمس، الثياب براقة، لا يستطيع قصار على الأرض أن يبيض مثل الثياب، والضيوف بتوعه من عالم السماء، اللي واخدهم من تحت نعسوا ناموا، واللي جايين من فوق مستيقظين وعملين يكلموه في ذهابه أو في رحلته المزمع أن يعملها إلى أورشليم. وكانت النتيجة شفنا مجده مرة واحدة، ده ساعة في يوم اللي كتب عنه القديس يوحنا وقال: رأينا مجده، رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. وكتب عنه أيضا القديس بطرس وقال: نحن أيضا الذين كنا معينين مجده في الجبل المقدس، إذ جاءه صوت مثل هذا من المجد الأسنى: أنت هو ابن الحبيب الذي به سررت. عتابا أيها الناسوت، فقد أخفيت عنا الكثير ولم نستطع إلا بعيون ثلاثة من أفراد الجنس البشري كله أن نرى جزءا من هذا المجد وليس المجد كله، لأن التلاميذ لم يستطيعوا الاستمرار في الحملقة في هذا المجد العظيم، وإن هم يبصوا لهذه الرؤية الطاهرة فنعسوا جميعهم إلا عندما أيقظهم المسيح. قال الكتاب المقدس: ولما استيقظوا رأوا مجده.
إذا العليقة كان ليه 4 تفاسير رمزية. التفسير التلمودي، الرمز الكريستولوجي، الرمز الماريولوجي، الرمز الإسخاتولوجي. بركة هذه العليقة المقدسة التي لم يرها أحد مع موسى إلا موسى، فلتكن معي ومعك أيها العزيز، ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.